النهارده. الجهاز الفني للأهلي بقيادة فايلر قرر ان هو يمنح اللاعبين راحة النهارده من تدريبات الكرة، وان هم يكتفوا بس بجلسات استشفاء في الجام، وطبعا يرجعوا بقى التدريب من بكرة تاني بشكل طبيعي جدا استعدادا لمباراة الزمالك يوم السبت اللي جاي في الدوري ان شاء الله. ماتش مهم جدا طبعاً. جدا جدا، بعيدا عن اي بطولات وبعيدا عن حساب الثلاث نقط، لقاء القمة دايما ما بين نادي الأهلي ونادي الزمالك بيحظى باهتمام كبير جدا وحالة تركيز، حتى ولو ما كانش في منافسه على لقب، يعني حتى لو كان في فريق سابق بشكل كبير جدا او حاسم البطوله بشكل كبير، بتبقى طبعا ماتش او بيبقى ماتش الاهلي والزمالك بطوله في حد ذاتها. كابتن سيد عبد الحفيظ، ويمكن زي ما قلت لحضراتكم نتعرف على حاله اللعيبه النهارده. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال انه الاشعه اللي اجريت لكابتن محمود متولي لاعب الفريق الاول بنادي الأهلي كشفت أنه تعرض لقطع جزئي في الرباط الصليبي، وهيتم عرضه على دكتور أحمد عبد العزيز رئيس اللجنة الطبية في النادي عشان يبدأ في خطوات العلاج. كمان حقيقة كابتن سيد اتكلم على موقف أو على حالة الشيخ وأحمد الشيخ وجيرالدو دا كوستا، وقال أنه اللعيبة بتخضع للفحص الطبي بكرة إن شاء الله الأربع، قبل طبعا ما يبدأ مران الفريق عشان يتأكدوا من مدى جاهزيتهم للمشاركه في التمرين، خصوصا انه الثنائي اشتكى من الاصابه في ماتش اسوان اللي اتلعب على استاد القاهره. الشيخ تحديدا اشتكى من اصابه في كعب رجله، وجيرالدو اشتكى من الام في العضله الخلفيه. على ضوء نتائج الفحص الطبي اللي هيتعمل بكره ان شاء الله هيتحدد فرص مشاركه الاثنين في تمرين بكره الاربعاء. نروح للجنة الخماسية لاتحاد الكرة، والأعلنت إنهاء اتفاقها مع طاقم حكام أجنبي لإدارة طبعا مباراة القمة بين الأهلي والزمالك السبت اللي جاي على استاد القاهرة. الطاقم ده هيبقى فيه خمس حكام بواقع حكم ساحة، حكمين مساعدين، وحكمين طبعا لتقنية الفيديو، وهيتم الإعلان بشكل رسمي عن جنسية وأسماء الطاقم ده مساء الخميس اللي جاي. أنا مدرك طبعا انه في بعض الماتشات بيبقى فيها حاله من حالات الحساسيه او الشد العصبي او الى اخره، وده لما بنيجي نتكلم على ماتش زي ماتش الاهلي والزمالك او حتى غيرها من الماتشات اللي بقى عندنا دلوقتي النهارده، فرق بتطلب دايما حكام اجانب في بعض المباريات ليهم، ده الى حد ما بيمثل ضغط كبير جدا على الحكم المصري وعلى مستوى الحكم المصري اللي احنا دايما بنطالبه بانه يطور من مستواه، وانه مش ممكن يبقى ما فيش دعم معنوي ويبقى في مستوى معين من الثقه في الحكام المصريين ونطلب منهم ان هم يبقوا على قدر معين من تحمل المسؤوليه. انا بشوف النهارده انه احنا عندنا فرصه مهمه جدا، يعني من افضل الحاجات اللي عملتها اللجنه الخماسيه هي انها دخلت منظومه الفار في الملاعب المصريه، وبيتهيالي مع وجود منظومه الفار ده الى حد كبير جدا بيساهم في تحقيق منظومه العداله في طول ال 90 دقيقه، يعني اي غلطه او اي حاجه هفوه ممكن تعدي على حكم ماتش ممكن نرجع للفار ويتم تعديلها بشكل كبير جدا، وبالتالي عندنا ريفرنس نقدر نعتمد عليه او نستند ليه في اي موقف من المواقف اللي ممكن يثير حاله شك او يثير حاله اشتباك، وبالتالي فرصه مهمه جدا ان احنا نستغل وجود الفار وندي بقى دعم لحكامنا المصريين في الماتشات اللي احنا بنقول عليها شديده الحساسيه. نروح للاتحاد الافريقي اللي زي ما قلنا لحضراتكم انا وساره في بدايه الحلقه انه بيقترب من انه يصدر قرار خاص بالغاء معسكرات المنتخبات خلال الموسم الحالي، طبعا بعد انتشار ازمه فيروس كورونا، وانه في عن حاله من حالات ضغط المباريات الرسميه في الموسم المقبل، خصوصا انه لسه عندنا اربع ماتشات للمنتخبات في تصفيات المؤهله لكأس الأمم الأفريقية 2022 المفترض أنها إن شاء الله هتستضيفها الكاميرون، وعندنا كمان ماتشات في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 برضو. كمان الحقيقة في بعض التقارير الصحفية اللي صدرت اتكلمت على أنه الاتحاد الأفريقي استقر بصفة نهائية على إلغاء أجندة شهر أكتوبر، لكن يمكن لسه اللي ما تمش حسمه بشكل كبير جدا الاجنده الدوليه للمنتخبات اللي هتكون في شهر نوفمبر، واللي يمكن يكون الاحتمال الاقرب انه يكون هيتم الغائها، وهتم اقامه مباريات التصفيات سواء كاس العالم او كاس الامم الافريقيه ان شاء الله يكون مع بدايه الموسم اللي جاي.
نروح لصحيفة ميرور البريطانية واللي قالت أن ليفربول تأكد من إيجابية أحد العينات الخاصة به بفيروس كورونا المستجد. حضراتكم عارفين ليفربول هيخوض معسكر في النمسا استعدادا طبعا للموسم الجديد والمقرر انطلاقه 12 سبتمبر اللي جاي، ولكن أضافت ميرور أن أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز اضطروا أن هم يتخلوا عن إقامة المعسكر التدريبي في فرنسا بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك، وبدل من فرنسا اختاروا أن هم المعسكر يكون في النمسا، ومع ذلك الفريق ما سلمش من الوباء. الصحيفة أكدت كمان أن هي تواصلت مع مسؤولي ليفربول عشان يعلقوا على الأمر، لكن الرادز لم يعلنوا إذا كانت الإصابة دي بين اللعيبة ولا أعضاء الجهاز الفني ولا أحد العاملين. بالنسبة بقى للدوري الفرنسي والدوري الفرنسي الممتاز، رابطة الدوري الفرنسي الممتاز أعلنت النهاردة أنها أجلت بداية انطلاق الموسم الجديد بعد ما تم اكتشاف حالات إصابة بكورونا في فريق مارسيليا. رابطة الدوري الفرنسي أصدرت بيان من خلال موقعها الرسمي قالت فيه أنه في ضوء نتائج الطبية اللي نقلها أولمبيك مارسيليا النهاردة 18 أغسطس، أشارت اللجنة أنه لجنة كورونا الوطنية إلى لجنة مسابقات الفرنسية أنه الفيروس بينتشر في داخل نادي مارسيليا، وبتقترح تأجيل ماتش أولمبيك مارسيليا واللي كان مقرر ليه أنه هو يكون في انطلاق الموسم الجديد يوم الجمعة اللي جاي 21 أغسطس الساعة 7 مساء، ودي كانت هتبقى أولى مباريات أو افتتاح الجولة الأولى من الدوري الفرنسي. البيان كمان اتكلم أنه هيتم تأجيل الماتش ل 16 أو 17 سبتمبر وفقا لبروتوكول تنظيم الماتشات في فرنسا وفقا للتغييرات في الظروف الصحية طبعا داخل نادي مارسيليا. واختتم البيان قال أنه سيتم تحديد الموعد النهائي طبعا بالاتفاق مع أصحاب الحقوق. الموضوع طبعا بأثر بشكل كبير، يعني الموضوع مش مأثر بس على كورة، مأثر كمان على حقوق بس وقنوات دفع حقوق بس ورعاة للأندية ورعاة للدوريات، وده ينطبق مش بس على الدوري الفرنسي، ده عامل أزمة الحقيقة في العالم كله. في تقرير يوناني النهارده كمان يا احمد كشف عن اهتمام قبرصي جديد من اجل ضم عمرو ورده جناح نادي باوك خلال سوق الانتقالات الصيفيه الحاليه. صحيفه بيج نيوز اليونانيه قالت ان ورده في العديد من العروض جايه له سواء داخل البلاد او في قبرص في الوقت الحالي لانتشاله من جحيم باوك، الصحيفه قالت كده، ورغبه المدرب ابل فيريرا في رحيله. حقيقة يمكن وردة من اللعيبة المصريين أعتقد عنده مشوار احتراف محترم. فكرة إن هو يتنقل من باوك لقبرص دي بعتقد إنها فكرة صعبة شوية، يعني أعتقد إنه الدوري القبرصي مع كامل احترامنا ليه طبعًا لكن لا يقارن بالدوري اليوناني. صحيح الدوري اليوناني مش من أكبر الدوريات ومش من أقوى المنافسات في القارة العجوز في أوروبا يعني، لكن يبقى الدوري اليوناني وبعض فرق الدوري اليوناني عندها مساحة من التواجد بشكل كبير، وأعتقد أنه حجم المنافسة فيه كمان قوي. في بعض الفرق اليونانية أتروميتوس وآيل لاريسا مهتمين كمان بعمر وردة، لكن القرار ممكن يكون إيه والناحية الفنية أو القرار أو الاختيار اللي يضيف لمشوار عمر وردة ممكن يكون، أعتقد أنه قرار هيكون صعب جدا، وبيتهيألي انه يعني مقارنة بالدوري القبرصي وحتى باليوناني التواجد في الدوري المصري او بعض الدوريات الخليجية ممكن يبقى اختيار افضل بشكل كبير. في خبر كمان بيقول ان بعض التقارير الاسبانية قالت ان الهولندي رونالد كومان هيتولى منصب مدرب فريق برشلونة، وقالت ان المدافع السابق لفريق برشلونة متواجد حاليا في المدينة الاسبانية علشان يوقع على عقد تدريب خلفا طبعا لستين اللي اقالوا الفريق من المنصب في فترة مبكرة من يوم الاثنين طبعا بعد الخسارة الفظيعة طبعا من بايرن ميونخ 8-2، يعني كانت نتيجة تاريخية الحقيقة، كان يوم قلنا بيحدد نهاية جيل في برشلونة يا أحمد. الحقيقة أنه كيكي ستين تولى منصب المدرب شهر يناير خلفا للمدرب السابق إرنستو فالفيردي، غير أن برشلونة أنهى للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008 السنة دي دون ما يكسب أي بطولة أو أي لقب. كانت هزيمة ليلة الجمعة الثقيلة دي بثمان أهداف مقابل هدفين على إيد بايرن ميونخ في ربع نهائي دوري الأبطال، يعني كانت قطمت ظهر برشلونه زي ما بيقولوا،
مخصوصا يعني المدرب. على كل مستويات الزلزال ما ضربش بس الفريق الكوره، الزلزال ضرب ووصل لأريك أبيدال الرئيس الرياضي او المدير الرياضي في فريق برشلونه اللي تم عفائه من مهام منصبه بالفعل بعد قرار بقى باعاده تجديد استراتيجيه النادي. احنا بنتكلم على مش بونا فريق، احنا بنتكلم على اعاده تجديد استراتيجيه النادي في الفتره المقبله. سمعنا انه من اداره برشلونه كمان انه كل قائمه الفريق معروضه للبيع باستثناء اربع اسماء زي ما قلت لحضراتكم، على راسها طبعا ليو ميسي اللي بالمناسبه يبدو أن استمراره في برشلونة أصبح محل شك. يعني اللاعب عنده رغبة في أنه ما يكملش مع برشلونة أو ما يجددش مع برشلونة رغم تمسك برشلونة به وإعلانهم عن نيتهم لاستجابة لطلبات ليو ميسي اللي بيمثل لفريق البارسا طبعا يعني شيء أساسي في استمرار الفريق في حصد البطولات. كنت عايزة أقول لك أن رونالد كومان هو اللي كان قاد برشلونة في 92 أن هم يفوزوا بالشامبيونز ليج. صحيح. هل يقدر كومان أنه هو يعيد بناء فريق البارسا؟ هل يقدر أنه هو يعيد مرة تانية البطولات لفريق البارسا؟ أعتقد أنها مهمة صعبة، لكن مع إمكانيات فريق بحجم البارسا وشعبية فريق بحجم البارسا مفيش شيء مستحيل. خلينا نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل في السادسة مساء.